تلت أو منسقة لاتحاد جيزات أو للمحاولاتية نحن نتكلم عن Plus de gens sont concernés par la réduction de la mortalité des entreprises. Hein. Donc c'est l'objectif de cette cible. يهدف هذا أو تهدف هذه التظاهرة إلى خلق فضاء تتلاقى فيه مختلف الأفكار سواء شبانية أو جامعية من أجل صقل هذه الأفكار على مستوى النقاشات ولما لا تحويلها فيما بعد إلى تجديد مشاريع حقيقية على أرض الواقع. من آخر أعمالنا كان فيديو ترويج للسياحة وشاركنا به في مسابقة لوانتي ديوان سياحة للجزائر، وفقنا ربي وأخذنا المرتبة الأولى من ضمن 600 مشارك. الشركة تاعنا مادام منها شركة ناشئة، كما نعرفوا كل شركة الناشئة يكون عندها تعرقلات في البداية، مي إن شاء الله يوفقنا ربي ونشرفوا يعني الجزائر، ماذا بنا ليس على النطاق الوطني بل على النطاق العالمي إن شاء الله.